أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم. والبداية بعناوين الأخبار. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فتحت آفاقا كبيرة أمام التعاونيات وساهمت بشكل ملحوظ في إدماج النساء القرويات في سوق الشغل. والنموذج من زاوية الشيخ بإقليم بني ملا لإحدى التعاونيات التي تنجز مواد طبيعية من البيئة. واحات النخيل على طول وديان منطقة درعا، ثروة نباتية لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للساكنة المحلية، كما تلعب دورا رائدا في الحفاظ على التوازن البيئي في المنطقة. أكثر من 500 ألف زائر توفدوا على مدينة السعيدية جوهرة البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الصيف، وشاطئ المدينة الممتد على طول 14 كيلومتر شكل الوجهة الرئيسية للمصطفي. أهلا بكم. آفاق واعدة فتحتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أمام التعاونيات وساهمت بشكل ملحوظ في إدماج النساء القرويات في سوق الشغل عبر إحداث مشاريع مدرة للدخل تحقق لهن الاكتفاء الذاتي. من زاوية الشيخ بإقليم بني ملال نتعرف على نموذج لهذه التعاونيات التي تنتج مواد طبيعية مستخرجة من البيئة الجبلية. روبورتاج عماد أمسمير وعثمان تازي. وجدت المرأة القروية هنا بزاوية الشيخ في فضاء هذه التعاونية ملاذا وفرصة لتحقيق دخل مادي مناسب عبر مشروع إنتاج الكسكس والمنتجات المجالية. 20 امرأة من المنطقة استطعن أن يخلقن لأنفسهن مشروعا أضحى اليوم، نموذجا للمشاريع النسوية الرائدة في مجال الصناعات الخلاقة. تعاونية بدينا بسبعة العيالات، شوية ولينا 10، شوية ولينا 15، الحمد لله معاونين. عاونا الوليدات، عاونا سميتو نخدمو تنبيعو تنعاونو الوليدات، عاونا ديورنا الحمد لله. ولينا تنجيو للتعاونية تنعاونو رسنا تنعاونو الوليدات. هذا المشروع تعتبره هؤلاء النسوة الخطوة الأولى نحو تحقيق ذواتهن ولتوفير دخل مادي قار. ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في توفير التجهيزات التقنية لتحضير المنتجات الطبيعية. شاركنا في معرض ديال مكناس أربع المرات، شاركنا في المحمدية، مشينا لفرنسا شي ثلاثة المرات، ودابا شاركنا مشينا المعرض ديال زيلال. وكنشكر هاد المعارض هما اللي كيعاونونا شوية، أما لما كانش معرض عندنا مشكل في التسويق. يبقى ضعف التسويق المحلي الوطني والدولي من أهم المعيقات التي تواجهها التعاونيات بجهة بني ملال خنيفرة، رغم المجهودات المبذولة للتقليل من هذا المشكل من خلال مشاركة التعاونيات في المعارض المحلية والوطنية. وللحديث عن وقع مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على الساكنة المحلية نربط الاتصال المباشر من بني ملال بالسيد محمد شوقي عضو اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. مرحبا بكم سيدي، وبداية بعد إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة، ما هي في نظركم الاستراتيجية التي يجب الارتكاز عليها لخلق دينامية اقتصادية واجتماعية بالنسبة للفئات المستهدفة؟ شكرا للقناة الأولى على الاستضافة، وكذلك أشكركم كذلك على الاهتمام بهذا الموضوع اللي هو موضوع أهم جدا وكيهم العنصر البشري خصوصا بإقليم أزيلال وبجهة بني ملال خنيفرة. قبل أن أتحدث عن الاستراتيجية التي يجب اعتمادها في إطار يعني تنزيل مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في نسختها الثالثة يعني المرحلة الثالثة، لابد من التذكير يعني والوقوف على يعني تاريخ انطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الورش الملكي المفتوح باستمرار، والدليل على ذلك هو أننا وصلنا اليوم للمرحلة الثالثة. إذن هناك استراتيجية، وقبل استراتيجية هناك تشخيص دقيق اللي هي قامت به المؤسسة الملكية قبل إطلاق هذه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فعلا كان يستوحي الفلسفة دياله وكذلك الموضوعية دياله من تقرير
اللجنة الوطنية اللي شخصت فعلا واقع الحال على مستوى التنمية البشرية، يعني تقرير الألفية الثالثة للتنمية البشرية. المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كتعبر تدل على أننا وصلنا لواحد المرحلة اللي فعلا وضع الإنسان في قلب الاهتمامات دياله. إذن الاستراتيجية هي موضوعة وكتبقى المسألة اللي هي أساسية هو لمن ستتوجه هذه المرحلة الثالثة. فعلا لابد هنا أننا نستحضر الخطابين الملكيين ساميا خطاب العرش وخطاب ثورة الملك والشعب، يعني اللي فعلا ركز على الفئة ديال الشباب، وعندما أتحدث عن الشباب أتحدث عن المرأة والرجل. إذن هذه المرحلة الثالثة المرتكز ديالها الأساسي وهو الاهتمام بهذه الشريحة المجتمعية، لأن هي الفئة النشيطة داخل المجتمع واللي يمكن أنها تخلق دينامية جديدة في إطار مجال يعني إنتاج وتتمين وتسويق المنتوجات المجالية. طيب سيد محمد شوقي، ما هي المؤشرات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الإقليم؟ نعم، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم الزلال فعلا لعبت دور كبير في إطار يعني إبراز واحد العدد من المؤهلات يعني الطبيعية والبشرية، وكذلك ساهمت في رسخ في ترسيخ يعني الثقة لدى المواطن لهذه القيمة اللي كانت فعلا تفقدت منذ زمان. ولكن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بارتكازها على يعني المرتكزات ديال الخمسة اللي من بينها هذه الثقة والشفافية كذلك والموضوعية، يعني المواطن استطاع أنه يسترجع الثقة دياله وتصنع منه وتجعل منه أداة للإنتاج وكذلك لخلق الثروة. إذن التنمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فعلا ساهمت في يعني الرفع من مؤشر التنمية الاجتماعية، خصوصا وأنها تمت مجموعة القطاعات اللي هي ركيزة أساسية للرفع من مؤشر التنمية الاجتماعية اللي هي التعليم والصحة كذلك البنية التحتية هي الترابي الاهتمام كذلك محاربة الفقر والهشاشة. إذن مؤشر اللي فعلا كان قبل 2004 يعني كان في مجموعة من الجماعات يعني كان مؤشر سلبي، ولكن مع مجيء المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعني استطعت أنها تحسن هذا المؤشر هذا وترفعه لواحد المستوى اللي هو جد إيجابي، لدرجة أنها برزت واحد العدد فعلا من الإشكالات ومن النواقص اللي كان على مستوى مجموعة من السياسات العمومية. طيب سيد شوقي لو سمحتم، ما هي الحصيلة بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية؟ الحصيلة بالنسبة للمرحلتين الأولى والثانية وأننا كنلمسوها من خلال الأرقام التي سواء على مستوى يعني المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لأنه كذلك الاعتمادات الإجمالية المرصودة لهذه المرحلة هذه التي تقدر تقريبا ب 900 مليون ديال الدرهم، واللي المساهمة ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصلت تقريبا إلى ما يفوق 800 مليون ديال الدرهم، وهذا رقم مهم جدا، لأنه فعلا وكنلقاو بأن الفئة اللي كانت مستهدفة واللي مستفدة من هذا البرنامج هذه هي الفئة ديال الشباب على جميع الأصعدة، على مستوى التعليم الصحة وكذلك كذلك التنشيط الاجتماعي والتنشيط الثقافي والتنشيط الرياضي، بحيث أن عدد المستفيدين سنويا تقريبا في التعليم يعني كيوصل 27 ألف نسمة، والمستفيدين كذلك في القطاع الرياضي كيوصل تقريبا 7000 نسمة، يعني عدد المستفيدين تضاعف، في حين أن هذا الرقم هذا كان في قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لم أقول أنه كان جد منعدم. إذن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ساهمت، وخصوصا بالنسبة للأنشطة المديرة للدخل، يعني استثمار ديال المبلغ ديال 14 مليون ديال الدرهم طيلت هذه المدة، يعني عدد المستفيدين تقريبا يعني بلغ يعني عدد المشاريع 78 مشروع. هذا دليل لأنه تقريبا بنسبة ديال 200 ألف درهم لكل مستفيد، وهذا يعني هذا مؤشر جد إيجابي، واللي خلى أن مجموعة ديال الشباب أنها تنفتح على عدة يعني مشاريع مدرة للدخل. شكرا لكم بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على كل هذه المعطيات. السيد محمد شوقي عضو اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كنت معنا مباشرة من إقليم بني ملال.
وننتقل إلى إقليم زاغورة، حيث تشكل زراعة النخيل في الواحات المنتشرة على طول وديان منطقة درعا ثروة نباتية هامة لها وقع إيجابي كبير على مجريات الحياة بهذه المنطقة ومحيطها، خصوصا منها الشق البيئي، حيث تتطلع واحات النخيل بدور أساسي في الحفاظ على التوازنات البيئية، كما تساهم في ضمان فرص الشغل لليد العاملة المحلية. روبرتاج ويسال إمغري وأمين عموري. واحات درعا مهلة طبيعية تتوفر عليها المنطقة، فبالرغم من مناخها الصحراوي تعتبر من المناطق الرائدة في إنتاج التمور نظرا للاستغلال المعقد للمياه الجوفية المخصصة للري وكذا لمخصصة الماء للشرب. أصحاب القناة راه جاو حتى وليني هم كي كنديروا الغرس، حيدنا غرسة وحرتها وشربناها والحمد لله بالعالمين، طلعنا حيدنا التمر والتمر بقى لي واحد 15 يوم هكاك، ما بين 15 يوم و 20 يوم عادي تجنى. منطقة درعا ثروة نباتية وطنية، حيث تقدر أشجار النخيل المنتجة للتمور بمليون وتسعمائة ألف نخلة بنسبة 42% من الثروة الوطنية في هذا الصنف النباتي. كما تشكل المساحة الإجمالية التي تشغلها زراعة النخيل المنتجة للتمور 40 ألف هكتار. عندنا بوستحمي، عندنا الجهل، عندنا تدمامت، عندنا ساير، عندنا أقليد، عندنا المجهول، عندنا كلان، عندنا ويرار. يمتاز إذن قطاع النخيل بالمنطقة بوفرة أصنافه التي تشكل مخزونا هائلا، حيث تم جر أزيد من 220 صنفا منها المجهول وبفقوس وبوسكري وأنواع أخرى. ونبدأ جولة الأنباء العالمية من الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تستمر أجواء التوتر بفعل سياسة القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين. فقد أقدمت قوة الاحتلال أمس على اعتقال 14 فلسطينيا عقب مداهمات نفذتها في مناطق متعددة من الضفة الغربية، وأعقب المداهمات اندلاع مواجهات بين قوات الجيش وشبان فلسطينيين فتحت على إثرها عناصر الجيش نيرانها بشكل عشوائي لكن دون أن تسجل أي إصابات. محنة الروهينغا في ميانمار كانت محور جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، ومن خلالها أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن أزمة أقلية الروهينغا المسلمة لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إليه في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصول وكالاتها بشكل فوري إلى المحتاجين. ساكنة ليتو. قبل يومين صدر تقرير لمحققي الأمم المتحدة يدين الفضائع المرتكبة من قبل جيش ميانمار ضد مسلمي الروهينغا، واليوم يجتمع مجلس الأمن الدولي حول هذه الأزمة لتدعو فيه دول عدة لمحاسبة جيش ميانمار وملاحقة القادة العسكريين المتهمين بتدبير حملة القمع ضد هذه الأقلية المسلمة في ميانمار وعرضهم على القضاء الدولي. أدعو أعضاء مجلس الأمن إلى الانضمام إلي في حث سلطات ميانمار على التعاون مع الأمم المتحدة وضمان وصول وكالاتها وشركائها بشكل فوري وبدون عوائق إلى المحتاجين، فمئات الآلاف من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد. وكان تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة اتهم كبار قادة الجيش بارتكاب قائمة طويلة من الفضائع ضد الروهينغا، ودعا إلى ملاحقتهم قضائيا بتهم الإبادة الجماعية شمال ولاية رخين والتي فر منها نحو 700 ألف مسلم روهينغا إلى بنغلاديش بعدما شنت سلطات ميانمار حملة عنيفة ضدهم العام الماضي. تعاني البرازيل من تدفق مستمر لعدد من اللاجئين القادمين من فنزويلا، ولمواجهة هذه الإشكالية أمر الرئيس البرازيلي بإرسال الجيش إلى ولاية روريما لضمان الأمن في هذه الولاية الشمالية الحدودية مع فنزويلا.
وكانت الحكومة البرازيلية قد أمرت قبل 10 أيام بإرسال قوة من 120 عنصرا إلى الحدود مع فنزويلا بعدما دارت صدامات بين سكان ولاجئين فنزويليين. فر نحو 2000 من سكان قرية بإحدى الجزر قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة بعد ثوران بركان بجزيرة منام التي لا تتجاوز مساحتها 10 كيلومترات وهي واحدة من أكثر براكين الدولة الواقعة في المحيط الهادئ نشطا ويسكنها 9000 شخص تقريبا. ونفت البركان عمودا من الرماد ارتفع إلى علو 15 كيلومتر فوق مستوى البحر. وبالنسبة للأحوال الجوية ببلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم نزول زخات عاصفية محليا قوية من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية الساعة 8 مساء بكل من فيجيك، نادور، بولمان، تازا، جرسيف، بركان، توريرت، دريوش، الحسيمة ووجد أنقاد. وابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الجمعة القادم سيستمر الطقس حارا حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 42 درجة و 45 درجة بكل من طاطا، السازاق، سمارة، وادي الدهب وأوسر. ومع استمرار الطقس الحار وفي هذه الأيام المتبقية من العطلة الصيفية يستمر توافد المصطفين على شاطئ سعيدية جوهرة البحر الأبيض المتوسط الذي يمتد على طول 14 كيلومتر. وقد وصل عدد زوار المدينة في موسم الصيف إلى أكثر من 500,000 زائر بينهم عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج. أحمد العلوي ورشيد العتبي. شاطئ السعيدية يعد من أجمل الشواطئ المغربية وأكبرها في شمال القارة الإفريقية، إذ يمتد على مسافة تفوق 14 كيلومترا. شاطئ يزداد عليه الإقبال خلال فصل الصيف من داخل وخارج أرض الوطن. قدمنا من مدينة فاس وجينا هنا في عطلة المدينة السعيدية، والحمد لله الأجواء رائعة وكما تلاحظوا معنا البحر زوين بزاف، والحمد لله الناس اللي تلاقينا هنا جاوا من مختلف مدن المغرب ومن خارج بلاد المغرب. شاطئ الجوهرة الزرقاء السعيدية صنف هذه السنة من بين أنظف الشواطئ المغربية بفعل المجهودات المتواصلة للسلطات المحلية لصيانته والحفاظ على جماليته. البحر نقي، سخون، بلا، كل شيء زين هنا. هناك تغيير كبير على مستوى البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة وعلى مستوى نظافة الشاطئ. شاطئ جميل يهج بالمصطافين أحب الاستجمام رفقة العائلة. الشاطئ يعد متنفسا وفضاء للاستجمام والترفيه لساكنة المنطقة الشرقية بشكل خاص وعشاق السياحة الشاطئية من مختلف أنحاء المملكة بشكل عام، خاصة بعد تأهيل بنيات هذه المدينة السياحية لاستيعاب أعداد الزوار والمصطافين المتوافدين عليها خلال فترة الصيف. من أجل ترسيخ ثقافة التعاون والتواصل بين أبناء المنطقة والمساهمة في تنشيطها ثقافيا وفنيا، نظمت جمعية أجردا الدولية للتنمية الاجتماعية أيامها الثقافية الفنية والرياضية في دورتها الأولى بالجماعة الترابية إيماون بإقليم تارودانت، تظاهرة أخذت شعار الموروث الثقافي والفني والرياضي في خدمة التنمية المحلية. حجوز كري ومبارك زمني. مواكبة الشباب وتشجيعه على الانخراط في العمل الجمعوي وخصوصا المرأة التي هي عماد الأسرة القروية، وكذا البحث عن سبل تنميتها فكريا واقتصاديا، أهداف من بين أخرى سعت هذه التظاهرة إلى تحقيقها من خلال برمجة متنوعة. أهداف التظاهرة كانت أهداف ثقافية فنية، تعريف بالمورد الثقافي، تعريف بالمورد السياحي اللي كان في المنطقة اللي كتزخر بين المنطقة، كما ضمن في البرنامج ديال التظاهره زياره مجموعه من المآثر التاريخيه، يعني التعريف بالتقاليد والاعراف اللي كتميز بها منطقه ايدوسكري عموما وخصوصا جامعه ايماون،
على المرأة أنها باش تمكن من التنمية في المنطقة ديالها يعني، وتفك هاد اللغز ديال هاد المشاكل اللي كتخبط فيها المرأة في العالم القروي، اللي هي مشاكل متعددة ومرتبطة ومتشابكة. يعني إلا حلينا للمرأة هاد المشاكل هادي يعني بالتعاون ديالنا وعطيناها واحد اليد المساعدة، فالمرأة في العالم القروي كتعطينا أكثر من المنتظر منها. سنفو هي تظاهرة تروم أيضا إلى التعريف بمنطقة إيماون ومؤهلاتها الطبيعية والثقافية من خلال الاهتمام بالتراث الغنائي اللامادي وخصوصا فن أحواش الخاص بنساء المنطقة. جان زوين، كاين فيه بزاف تاع الانشطه، كاين انشطه ترفيهيه بالنسبه للاطفال الصغار. فإذا من هاد التظاهره هي انها كتجمع ما بين السكينه، بحال صله توصل بين الناس، بين السكينه اللي هي كتسكن في مدن بعيده بحال الدار البيضاء ولا مدن اخرى، فهمتيني، عبر المغرب، اللي كتجي وكتواصل مع العائلات ديالها هنايا. إلى جانب الندوات الثقافية التي ينشطها أساتذة متخصصين في مجال التراث الثقافي، ضمت برمجة التظاهرة مسابقات وسهرات فنية لفرق محلية تمثل ثقافة منطقة سوس. ولقطات الرياضية نتابعها من منافسات كأس ليبرتادوريس في كرة القدم، وتأهل فريق غريميو البرازيلي إلى دور الربع على حساب فريق استوديونتيس الأرجنتيني. عبد الحق بهات. بمدينة بورتو أليغري وبملعب أولمبياكو مونيمونتال، استقبل فريق غريميو البرازيلي حامل اللقب، استقبل فريق استوديونتيس الأرجنتيني الفائز في الذهاب بهدفين لهدف واحد برسم منافسات سدس عشر نهاية كأس ليبرتادوريس. اللاعب إيفيرتون سواريس افتتح الحصة مبكرا لفريق غريميو في الدقة السادسة. لكن فريق ستيدونتيس سيرد عليه بسرعة بعد ثلاث دقائق فقط، والموقع اللاعب لوكاس رودريغيز. وبينما كان الفريق الزائر يسير نحو التأهل، سيتمكن اللاعب أليسون غاسترو من توقيع هدف ثاني لفريق غريميو في الوقت الميت من اللقاء، مانحا فريقه فرصة التأهل بعد الاحتكام إلى الضربة الترجيحية والتي أهلت بالفعل فريق غريميو بحصة 5-3، ليتأهل فريق غريميو البرازيلي إلى دور الربع في محاولة للعب الأدوار الطلائعية مرة أخرى ولمن لا الحفاظ على لقبه. نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز ما تابعنا فيها. المبادرة الوطنية لتنمية البشرية فتحت أفقا كبيرة أمام تعاونيات وساهمت بشكل ملحوظ في إدماج النساء القرويات في سوق الشغل، والنموذج تابعناه من زاوية الشيخ بإقليم بني ملال لإحدى التعاونيات التي تنتج مواد طبيعية من البيئة. واحة نخيل على طول وديان منطقة درعا، ثروة نباتية لها وقع إيجابي على المعيش اليومي للساكنة المحلية، كما تلعب دورا رائدا في الحفاظ على التوازنات البيئية بالمنطقة. أكثر من 500,000 زائر توافدوا على مدينة السعيدية جوهرة البحر الأبيض المتوسط خلال فصل الصيف، وشاطئ المدينة الممتد على طول 14 كيلومتر شكل الوجهة الرئيسية للمستقبل. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى الغد بإذن الله.